ولنقاش الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن وانعكاسات الحرب الدائرة منذ سنوات على هذا الوضع الإنساني، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران. أهلا بكم سيدي. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. التقارير الواردة من اليمن تشير إلى تدني الحالة المعيشية لدرجة الجوع وبيع اليمنيين لمقتنياتهم الشخصية للتمكن من إطعام أسرهم. ما الأسباب التي أدت إلى وصول الأوضاع لما هو عليها؟ طبعا اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية كما قالت الأمم المتحدة منذ 7 سنوات، وهي تدور حرب من قبل ميليشيا الحوثية الذي استولت على دولة بمؤسساتها، واستولت على أيضا كل المؤسسات الإيرادية بما فيها البنك المركزي اليمني، وأيضا منعت صرف مرتبات الموظفين الذي يتجاوزون 3 مليون موظف، ومنعت أيضا دخول المساعدات الإنسانية إليها إلا عن طريقها، وهي أيضا تحكمت بهذه المساعدات التي جاءت عبر الأمم المتحدة ولم تصل إليها، وصلت إلى جبهات القتال وإلى أيضا جرحى الحوثيين، استفاد منها الحوثيون كفاتورة للحرب. هناك أكثر من 32 مليار دولار استلمتها الأمم المتحدة من أجل اليمن، ومع ذلك ازداد الوضع سوءا ولم يتحسن. يعني الحوثيون لم يقدموا شيء من الإيرادات للمواطنين والموظفين، ولم أيضا يدعوا المنظمات الحكومية تصل هذه المساعدات إليها. ما الهدف من عرقلة المساعدات الإنسانية واستفادة المدنيين منها؟ طبعا الميليشيا الحوثية استفادت من هذه المساعدات لرفض الجبهات السلاح، ورأينا صور كثيرة للمساعدات في مدارس الحوثيين، وأيضا المساعدات الصحية استغلتها لمعالجة جرحاها وأيضا موالين لها. أيضا هي تتخذ سياسة التجويع في حق الشعب اليمني، تريد أن يصل هذا الشعب إلى مرحلة من التجويع من أجل أن يستطيع الميليشيا الحوثية أن تستخدمهم كوقود للحرب. اليوم الميليشيا الحوثية تأخذ المشايخ، تأخذ الأطفال، تأخذ كثير من فئات المجتمع، لأنهم لا يجدون قوت يومهم، تغريهم أن هناك مرتبات سيحصلون عليها. حتى بعض الأطفال أخذوهم من أسرهم مقابل أيضا أن يصلوا لهم سلة غذائية شهريا، والاوضاع اصبحت سيئه. يعني سياسه التجويع استطاع ان يستفيد منها الحوثيون في تجيش من اجل التجيش يعني للجبهات، وايضا من اجل اسكات اي صوت ممكن ان يعارضهم، وهي سياسه يتخذها المشروع الايراني منذ زمن، الاستحواذ على الثروه وعدم ايضا وصول اي مساعدات لهذا الشعب المغلوب على امره. نعم، 30 مليون من الشعب اليمني، هذا عدد سكان اليمن. هناك 20 مليون اليوم بحاجه الى مساعدات، يعني مساعدات عاجله، وايضا هناك الاطفال هم اكثر الفئه التي تضررت بهذه الحرب. هناك 7 مليون طفل اليوم ينامون جياع دون وجبات كافيه. نعم. الميليشيا من جهه، وايضا فساد المنظمات العموميه من جهه اخرى، واصبحنا بين كفي يعني كماشه للعلم المناطق التي تسيطر عليها الشرعية هي أماكن آمنة وليس فيها أيضا وضع سيء. نعم. وأيضا عمل المنظمات العمومية ضعيف جدا فيها، لكن مع ذلك هناك أيضا أعمال الشرعية وملك سلمان للإغاثة قدم الشيء الكثير في كل مناطق اليمن، ولولا يعني جهود الأشقاء في المملكة وجمعية الهلال الكويتي لكان الوضع اليوم انهار وازداد سوءا بفعل تصرفات هذه الميليشيا الهمجية. نعم، في ظل هذه المعاناة الإنسانية تحدثت عن بعض الجهود العربية للتعاطي مع هذه الأزمة الإنسانية في اليمن، كيف يمكن تقييم الجهود الدولية، نتحدث عن الأمم المتحدة والقوى الكبرى في التعامل مع هذه الأزمة والمحاولة من توصل إلى إيجاد حل بفرضه على أطراف النزاع ومنها الطرف المعرقل؟ طبعا المجتمع الدولي حقيقه يتعامل يعني مع الميليشيا الحوثيه كطرف، وانه يعني كسلطه
امر واقع، والى الان يعني خلال 7 سنوات يعني لم يتعامل معه بضغط كبير. الامم المتحده تقاريرها غير واضحه بما يدور حول اليمن من حيث الوضع الانساني ومن حيث ايضا الجرائم والانتهاكات التي ترتكب. كل تقاريرها فضفاضه ولا تقول من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجرائم، لذلك المجتمع الدولي يتعاطف كثيرا مع المدنيين، وايضا تصريحات كثيره لكن لا يوجد على الارض ممارسات حقيقيه من اجل اخفاء هذه الميليشيا الحوثيه. بالعكس يعني في وقت الذي الامم المتحده رفضت ان تدرج هذه الجماعه كجماعه ارهابيه بناء على طلب الحكومه الشرعيه، ايضا امريكا ادرجت هذه الجماعه ثم تراجعت عن هذا الادراج من اجل ايضا الوضع الانساني كما بررت ذلك، لكن الوضع لم يتسوى ولا يوجد اي حلول حتى الان مع هذه الميليشيا، رغم انه اتفاق الحديده اتفاق السويد يعني نص على ادخال المساعدات وعلى ايقاف اطلاق النار، ومع ذلك لم يحدث شيء، وتم ايقاف الجيش الوطني دخول الحديده من اجل ايضا الوضع الانساني الذي ايضا لم يتحسن، وصحه الحديده هي اكثر التي تعاني حسب تقارير الامم المتحده. وكذلك ايضا اليوم في مارب هناك وضع انساني، هناك 2.5 مليون نازح في مارب يتعرضون للهجوم ولا تقدم لهم المنظمات الامميه اي مساعدات رغم انهم خارج سيطره ميليشيا الحوثيه الا وعود فقط. شكرا جزيلا لك رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة الرياض السعودية.